جيمي سوف تحبب هديتها. لا أريد، لا أريد أن تأكل السلايم كله، نريد أن نلعب به. إنها سلايم الكائن الفضائي. أقلتم سلايم الكائن الفضائي؟ تشاهدون قناة Kids Toys by Amoon. مرحبا بكم متابعين قناة Kids Toys by Amoon. أولا وقبل أن أبدأ الحلقة، أريد أن أشكر جميع المتابعين الذين بعثوا لي تعليقات جميلة على الإنستغرام وأيضا على الفيسبوك، وجميع الأسئلة كانت: أمون، لماذا لا تفعل غرفة نوم لواحدة من الأومجي؟ بالتأكيد سوف أفعل غرفة لواحدة من الأومجي، لكن أنتم سوف تختارون ما هي الشخصية التي تحبون مني أن أصنع لها غرفة نوم. لذلك سوف نجري تصويت على الإنستغرام وعلى الفيسبوك. والآن دعونا نذهب ونرى ما هي هدية توينز ديفا لجيمي. ما بك يا قطتي؟ هل أنت جائعة؟ حسناً يا قطتي الجميلة، سوف أطعمك حالاً. عزيزتي، أريد الذهاب للتسوق، أتردين الذهاب معي؟ لا يا أمي، سوف تأتي إلي توينز ديفا. أين اكسسوار شعري؟ أريد أن أرتدي اكسسواري، أين هو؟ هكذا أصبحت جميلة. هل تتوقعين أن جيمي سوف تحبب هديتها؟ ستسألين إنها هدية جميلة. لا أدري يا ديفا، لكنها أحضرت لنا هدية جميلة. أنسيت أنها أحضرت لنا من ألوآل سبرايز الحيوانات الأليفة لنبحث عن حيواننا؟ لكن هي ليست بحاجة إلى هدية من ألوآل سبرايز. أنسيت أن عائلتها قد اكتملت؟ لا أدري. واو يا جيمي، غرفتك رائعة وجميلة. شكرا لكم. جيمي، أحضرنا لك هدية جميلة وغريبة بعض الشيء. أحضرتم لي هدية؟ شكرا لكم. أين هي؟ لقد تركناها في الساحة الأمامية من منزلك لكي نفتحها هناك. هيا بنا لنذهب ونرى هدية توينز ديفا. ها هي هديتك يا جيمي. إنها سلايم الكائن الفضائي. أقلتم سلايم الكائن الفضائي؟ ما هذا الشيء؟ نعم يا جيمي، لقد أحضر لك لتوينز ديفا سلايم الكائن الفضائي. دعونا نتعرف على هذه الفكرة الجديدة. اسم هذه اللعبة جو جو جالكس. واو، انظروا بماذا تأتي، بجميع أنواع الجلتر. واو، فكرة جميلة. أم أباوي بيم هارت، ها هو اسم الكائن الفضائي باوي بيم هارت. أريد أن أفتح هديتي، أنا متشوقة لأرى ما هو سلايم الكائن الفضائي. هيا. إنها أكياس جلتر. أتى هذا الصندوق انظروا إلى هذه اللعبة كم هي جميلة. انظروا، هنا القوس قزح رينبو وشخصية جميل، وأيضا أتى بهذا الصح وأتى بهذا. أعتقد بأنها سوف نملأها بسلايم، وأيضا أتى بهذه اللحاية. انظروا إلى لحايته، أيضا أتى بهذه الملعقة، وأيضا أتى بهذا. إنه الباسبور، إنه جواز السفر، إنه من كوكب جو. ها هو أكياس الباودر السلايم، وها هي أكياس الجلتر، وآخر شيء أتى بستاند. ها هو الستاند، ها هو. حسنا، الآن دعونا نصنع سلايم. بعد أن قرأت التعليمات جيدا، سوف أفتح كيسا واحد. ثم سوف أضع ماء لغاية هذا الخط إلى هذه الحافة كما هو مكتوب. هيا. ثم نحركها جيدا إلى أن تصبح مزيج. الآن دعوني أضع
واو، أحب هذه الألوان. سوف نحضر هذا. ها هو، لننزع هذا. هيا. واو، واو، لقد ابتلع السلايم. من الذي أريد المزيد. يامي يامي. هي، لا أريد، لا أريد أن تأكل السلايم كله، نريد أن نلعب به. سوف أبقي لك قليلا يا جيمي، لكن دعينا نطعمه. السلايم. ها هو بعد أن ملأته بالسلايم. انظروا إلي، فكرة جميلة. والفكرة هنا عندما ننزع اللحاية ونضغط عليه سوف يخرج السلايم. أنا لا أريد أن أخرج السلايم، أريده أن يبقى السلايم في الداخل لأن منظره هكذا أجمل. لقد أعجبتني كثيرا فكرة السلايم داخل هذا الكائن الفضائي، لكن أين سوف أضعه؟ غرفتي صغيرة جدا. لقد أحبته جيمي. نعم، قلت لك جيمي تحب هذه الأشياء الغريبة. هيا يا قطتي، تعالي واستلقي بجانبي. أتمنى يا أصدقاء أن تكون الحلقة قد أعجبتكم. لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك ليصلكم كل جديد. مع السلامة في حلقة أخرى من ألو ألسبرايز.